ننتقل مع حضراتكم بقى من اللحظات اللي لا تنسى دايما كده، كمان بنحب نسلط الضوء على لحظات الانتماء اللي لا تنسى، وعلى لحظات اللي ما فيهاش تعصب كروي واللي بيكون فيها كده روح رياضية جميلة، دي اللي بنبحث دايما عنها ودي اللي بنخرج منها من المباريات الكبيرة. شفنا امبارح صورة أو صورة شاب بيرتدي قميص الأهلي وشابة بترتدي قميص الزمالك في المدرجات، الاتنين متواجدين علشان يساندوا الأهلي في مباراة السوبر. ده بيأكد معاني مهمة جدا، معاني مهما حاولنا ان احنا نغيرها نلعب فيها نتلاعب في مثل هذه الأمور على السوشيال ميديا، نأثر على الآراء بشكل عام، نصنع الاحتقان، نصنع التعصب، كل الكلام ده الصور دي بتأكد ان هي مش موجودة. الصور دي بتأكد انه مفيش تعصب وان في حب للعبة وان النادي الاهلي بيمثل مصرنا الحبيبة بالامس، وان كل الناس اللي كانت متواجدة بتشجع سواء اذا كان اهلاوي او زملكاوي، وده بيأكد على حاجات كتير قوي. هنا احنا مش بنقول الكلام ده من عندنا، احنا بنقول الكلام ده من خلال الصورة اللي شفناها مع حضراتكم، وده اكيد تعليقنا وتعليقكم كمان عليها من اجمل الصور اللي شفناها في مباراة الامس. يا رب دايما الروح الحلوة دي تفضل دايما موجودة، وهي دي اللي بنسعد بيها، وهي دي المعاني السامية اللي دايما بنخرج بيها من المباريات الكبيرة.